فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته الخليفة العباسي، نعم معروف، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، قال: وعهوده بذلك وجوابات أحمد له معروفة. المتوكل رحمه الله هو الذي نصر أهل السنة في خلافته بعد أن عذبهم وأهانهم المأمون، ومن بعده المعتصم ثم الواثق. هؤلاء أهانوا أهل السنة، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله، ونصروا أهل البدعة، نصروا الجهمية والمعتزلة، وأرادوا أن يلزموا المسلمين بالقول بخلق القرآن، إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه الله فرفع المحنة عن أهل السنة، وأعز الإمام أحمد وجعل يستشيره في كثير من الأمور، فهذا من مناقبه رحمه الله. نعم. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد وغيره. استشار الإمام أحمد لأنه هو إمام أهل السنة، وغيره من أئمة أهل السنة في التعامل مع أهل الكتاب وتنفيذ شروط عمر رضي الله عنه فيهم،